احنا بقى في الواقع العملي فعلا بنوصل التوصيله بالمنظر ده، ونبدا ان احنا نحط سويتش يربطهم ببعض كلهم، ونخلي اللينكات دي كلها من نوع ايه؟ من نوع. بس خلي بالك بقى من حاجه مهمه، لو دلوقتي في ناس تبع فيلان خمسة هنا طلعوا داتا، هتطلع كده ولا مش هتطلع كده؟ هتطلع كده. مش المفترض ده عنده الفتحه من نوع ترانك يبقى يعدي كل الفيلانز؟ اه بس خلي بالك بقى من حاجه مهمه، لو انا جيت على السويتش ده انا مش مكريت عليه غير الفيلان 1 و2 و3 فقط بس، على طول اوتوماتيك الترانك يظبط نفسه ان هو مش هيعدي غير فيلان و2 و3، لان انت اصلا مش مكريت على السويتش غير 3 فيلان، وبالتالي لو انت بعت للسويتش ده اي ترافيك خاص باي فيلان تانية مش هيعدي. طب ده يحصل فين؟ يحصل في السيناريو اللي تحت. انت جيت على السويتش ده كريت 10 فيلان 10 فيلان 10 فيلان 10 فيلان 10، وجيت على السويتش ده نسيت تكريت عليه الفيلانز، نسيت، ساعتها الترانك ده هيسمح لحاجه تعدي؟ الاجابه لا. الترانك بيسمح ليه؟ للفيلانز اللي متكريتها على الايه؟ على السويتش، هي دي بس اللي تعدي. طب ما هو السويتش ده انت ما كريتش عليه فيلانز، عشان كده انت لازم اي فيلان تكريتها على اي سويتش من السويتشات ديت لازم تتكريت على اللي فوق ده. عشان كده هم اخترعوا بروتوكول اسمه في تي بي. في تي بي ايه الفي تي بي ده؟ ده برضه سيسكو بس. اختصار ايه؟ في لان ترانكينج بروتوكول. اتفقنا مع بعض، لو انا مكريت على مجموع دول كده 20 فيلان، لابد ده عشان يقدر يخليهم يكلموا بعض يكون متكريت عليه نفس اللي هي ال 20 فيلان مكريت، بس يعني هنا بتكريت وتيجي على بعض البورتات تعمل لها اساين جوه، لكن هنا انا بكريت بس لان كل البورتات بتاعتي ايه؟ ترانكات، فانا مش محتاج ان انا اجي على بورتات معينه ادخلها في فيلان معينه. اخترعوا بروتوكول اسمه في تي بي. ده بتعمل بيه ايه؟ نيجي مثلا على ده نشغل عليه الفي تي بي، وبرده دول كلهم نشغل عليهم ايه؟ الفي تي بي. وبعدين سيادتك تيجي على اي سويتش منهم تكريت فيلان تتكريت عند الباقي كله. يعني لو انا جيت على ده كريت فيلان 1 تتكريت هنا وتتكريت هنا وتتكريت هنا وتتكريت هنا. طب جيت على ده كريت 10 فيلان وهنا كريت 10 فيلان وهنا مثلا فيلان من 1 ل 10 من 1 ل 10 من 1 ل 10 اوتوماتيك تفتح ده تلاقي او لو كريتهم هنا بس يسمعوا فينا. ليه؟ عشان احنا عايزين نضمن ان ده عليه نسخه طبق الاصل من كل الفيلانز اللي متكريته هنا، صح كده؟ لان لو انت مثلا كريت هنا فيلان مثلا 10 وما كانتش متكريته هنا ساعتها مش ده مش هيسمح لها ان هي تعدي. تمام؟ تفتح البي تي بي ده على بورت لا ده الفي تي بي ده على السويتش ككل. كله؟ اه انا اقول له مثلا فيلان 5 يبقى انا كريت فيلان 5 وهسميها مثلا ماركتنج. روح بقى على السويتش ده وعلى السويتش ده وعلى السويتش ده وعلى السويتش ده تلاقي متكريت عليه فيلان، بس بشرط تكون اللينكات من نوع ترانك. يعني لو اللينكات دي مش ترانك الفي تي بي مش هيشتغل معايا. لازم اللينكات ما بين السويتشات تبقى ترانك. فلو احنا عايزين نطبق الكلام ده عملي نرجع لللاب بتاعنا. انا عايز الفيلان اللي كريتها هنا تسمع هنا او الفيلان اللي كريتها هنا تسمع هنا، يبقى لابد الاول ان انت تشغل بروتوكول اللي هي الفي تي بي. طيب عشان تشغل الفي تي بي لازم الاول تتاكد ان اللينك اللي ما بين السويتشين دول من نوع ترانك. طب انا هتاكد ازاي؟ تعالى بقى هنا شو انترفيس ترانك يقول لي اف 0 على 10 ده تمام ترانك شغال بالدوت 1 كيو. طبعا اكيد الناحيه الثانيه برضه احنا مظبطينه شغال ترانك بدوت 1 كيو. اوكي بص بقى الفي تي بي باي ديفولت ما بيبقاش شغال، فانا باجي على اي سويتش لو انا عندي 20 سويتش تعالى على اي واحد منهم، وعاده في الواقع العملي بنروح على انهي سويتش لو رجعنا للرسمه ديت بيبقى الشغل كله على السويتش اللي هو في النص ده. هو ده اللي بعمل فيه ايه؟
ده اللي بحول كل بورتاته لدايناميك ديزايربل اوت رانج عشان هو يشجع اللي قدامه ويبداوا زيه، وهو ده اللي هشغل عليه البي تي بي. فبص هنعمل ايه يعني، مثلا ده اقول له انيبل كونف تي واقول له في تي بي دومين واكتب له اي اسم. بروتوكول الفي تي بي ده عشان يشتغل لازم يكون ليه حاجه اسمها دومين نيم، اي اسم سيادتك بتحدده بمزاجك، مثلا سيسكو. ده معنى ايه الامر ده؟ يا راوتر يا سويتش شغل عندك الفي تي بي وسميه سيسكو. عارف يوم ده عامل ايه؟ اوتوماتيك مبلغ جاره يقول له بقول لك ايه، شغل انت كمان عندك الفي تي بي وسميه سيسكو. فلو انت في السيناريو ده، لو انت في السيناريو ده وعملت الكلام ده على فقط ها السويتش ده، يا سويتش شغل عندك الفي تي بي وسميه سيسكو، يقوم جاي ده على طول مبلغ يا جماعه شغلوا عندكم الفي تي بي وسموه ايه؟ وسموه سيسكو. ففعلا بص لو انا جيت هنا اهو على ده الفي تي بي وسميته سيسكو، تعالى بقى اروح على ده غير سيف برضه. لا ده لازم تعمل الحاجه الوحيده اللي ما تعملها السيف ان انت تكاريت فيلانز. لو انا جيت على ده بقى وقلت له شو في تي بي ستيتس، وريني حاله الفي تي بي عندك، قال لي اشتغلوا بقى اسمه ايه سيسكو. بس خلاص تعالى بقى انت دلوقتي كاريت، كاريت هنا اي فيلان يعني مثلا هنا تعالى اهو اقول له فيلان 10 اسمها ايه النيم مثلا ماركتنج انتر. روح بقى على ده، روح على ده قول له شو فيلان بريف، قال لك في فيلان 10 واسمها ايه؟ اسمها ماركتنج. تمام. طب لو العكس، العكس جيت على ده قلت له كونف تي فيلان 11 نيم نيم اكاونتنج، روح على ده قول له شو فيلان بريف في فيلان 11 اسمها. اي حاجه هتسمع هتعملها هنا هتسمع هنا، واي حاجه هتعملها هنا هتسمع في الكرييشن بتاع الفيلانز فقط، وهتتسيف مباشره. ها طيب بص بقى لو انا جيت هنا كده، لو انا جيت كريت على ده فيلانز بتسمع في دول، طب لو كريت هنا بتسمع هنا وهتسمع في كله، بس بشرط اللينكات تبقى ايه؟ تبقى ترانك. ها طب انا عايز التعديل يبقى من واحد بس، يعني لما احب اكريت فيلانز اكريتها على واحد بس والباقي يبقى مش مسموح لهم ان انا اكريت عليهم فيلانز، يعني عايز يبقى واحد بس هو السيرفر هو البوس بتاعهم ده مثلا. وفعلا في الواقع العملي بنخلي ده تمام. ده يبقى ايه بقى؟ ده يبقى في تي بي سيرفر. طب واللي تحت دول بخليهم في تي بي كلاينتس. عارف ساعتها ايه اللي يحصل؟ ساعتها لو جيت على ده حاولت تكريت عليه اي فيلان يرفض، ده تكريت عليه اي فيلان يرفض 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 يرفض. عايز تكريت او تعدل، انت بس عايز تحكم الموضوع، عايز تكريت او تعدل تكريت على ده واللي تعمله هنا يسمع في ايه؟ طب باي ديفولت لو انت ما عدلتش حاجه، باي ديفولت كلهم بيبقوا شغالين سيرفر، يعني ده شغال سيرفر. لو انت شغلت البي تي بي وسكت يبقى السويتشات كلها شغاله بي تي بي، يعني تقدر تخش في اي واحد وتكريت عليه فيلانز تسمع في الباقي، دخلت في واحد تاني كريت عليه فيلانز تسمع في الباقي وهكذا. طب ازاي بقى احول ده لفي تي بي كلاينت؟ اجي هنا كده عليه انيبل كونف تي واقول له في تي بي مود كلاينت. لا انا عايزه كلاينت. لو قلت له كلاينت، لو قلت له كلاينت ساعتها لو جيت على ده قلت له انترفيس سوري كونف تي فيلان 5 مثلا او مثلا 77 مثلا، يقول لك نوت الاود في الكلاينت. ايه في الكلاينت مود؟ مش مسموح لك. طب افرض بقى في سويتش هنا،
سويتش هنا انت عايزه يطلع بره الليله ديت. يعني خلي بالك ده طالما سيرفر يبقى اي في لان بتكريتها عليه بتسمع فيها، بتسمع في الباقي كله، سواء بقى كان كلاينت او ايها او سيرفر. في سويتش معين انت عايز تكريت عليه في لانز بمزاجك، ومش عايز الفي لانز اللي هنا، او مش عايز ده يبقى عليه نسخه طبق الاصل من الفي لانز اللي هنا، فساعتها باجي على ده لا هشغله كلاينت، لان لو كلاينت هيسمع كلام ايه السيرفر، وحتى لو سيرفر هيسمع كلام اي سيرفر تاني، صح كده؟ فباجي على ده اشغله في مود بيسموه ترانسبيرنت. فعلا لو انت جيت على ده ودخلت عليه كده هنا كنت في تي وقلت له في تي بي مود، بص لو قلت له كويشن مارك يقول لك عندك كلاينت وعندك سيرفر وعندك ايه ترانسبيرنت. ده بقى ساعتها تقدر تكريت عليه الفيلانز اللي انت عايزها، بس خلي بالك اي حاجه هتكريتها عليه مش هتسمع، واي حاجه هتكريتها على دول مش هت... ده طلع بره بره الفي تي بي خالص. لا انت مشغل الفي تي بي عشان انت عايز اي حاجه تكريتها هنا تسمع في دول بس. افرق ده ما هو المشكله ان ايه؟ المشكله ان انت مجرد ما تشغل في تي بي هنا ده يجي يعمل ايه يا جماعه؟ شغلوا عندكم الفي تي بي وسموه سيسكو، يعني اوتوماتيك مجرد ما تشغلوا على سويتش واحد في الشبكه هيشتغل على ايه؟ على كل السويتشات، ومفيش امر تكتبه يوقف لك الدي الفي تي بي. يعني مفيش امر اقول له ديسيبل مثلا الفي تي بي. الحل الوحيد عشان تديسيبل الفي تي بي ان انت تخليه ترانسبيرنت، يبقى كانك ايه؟ كانك طلعت، يعني ترانسبيرنت ده كانك بالظبط عملت ديسيبل الفي تي بي. تمام؟ طيب الفي تي بي على فكره في منه فيرجنز، ناخدها بقى في السي سي ان بي بالتفصيل، وفي كورس السي سي ان اللي هو بقى الاكاديمي مش اللي هو الكومبريسد بتاعنا ده ال 20 ساعه، بنعرف بقى ان الفي تي بي ده في منه فيرجن 1 وفي منه فيرجن 2 وفي منه فيرجن 3، ونعرف طبعا الاختلافات اللي ما بينهم وهكذا. في اي سؤال لحد دلوقتي؟